سلام. ايش اقول لك وايش ما اقول لك يا عبدو؟ اللهم صل على محمد. اديهم الكاميرا، اديهم ما شاء الله، اديهم. شوف كيف الجو والمطل اللي احنا جالسين فيه. الان احنا في منطقه اسمها هروب. هروب هذه طبعا محافظه من محافظات جيزان. الصراحه ما شاء الله تبارك الله، جو ممتع. والجبل منجد، والجبل منجد. احنا الان في جبل منجد. عنه يا شيخ صورك ما صورك ما ادري ايش تقول لي هاي انا بعد الفلتر حق السناب حي الله حي الله حي الله الشباب يا هلا يا هلا الحلوين بندر بندر والله ما يا سلام يا رب بندر امسك سيره هنا يا واد حاسس حالي فاشيون هنا عشان استا هنا جيب عندنا هنا يطبخ لنا انا متذكر انك تتشقلب على صور يا شباب يقول له يطبخ ويجيبه هذا اللي لا هنا يطبخ ويجي يذبح ما سمعت قلت يجي يذبح هنا عبدو يا هلا يا هلا عبدو عبدو صورني مزبوط حبيبي والله يا جزاك خير على المكان حبيبي طيب هلا ابو علي يلا حيو عليكم اهلا اهلا يا عبدو حبيب قلبي اهلا يا مرحبا حبيبي امرني ايش الوضع الان ايش حنا يا سلام ايش اقول لك وايش ما اقول لك يا عبدو اللهم صل على محمد اديهم الكاميرا اديهم ما شاء الله اديهم شوف كيف الجو والمطل اللي احنا جالسين فيه هذه بروفيشنال الان احنا في منطقه اسمها هروب هروب هذه طبعا محافظه من محافظات جيزان
الصراحة ما شاء الله تبارك الله جو ممتع. والجبل منجد. والجبل منجد، احنا الان في جبل منجد، هذا يعتبر اعلى جبل في هروب ما شاء الله. المهم حسب ما يقولوا الشباب طبعا. فدحين ان شاء الله راح نروح لاهل الديرة وراح نطلبهم 3 دبايح يذبحوها قدامنا باذن الله، وراح يسووها مطبي بالطريقة الجنوبية. الله يعطيك العافية يا ابو حبيب. الله يسعدك حبيب. والله اهلي قاعدين نظبط الشغل كفو كفو.